5, 4, 3, 2, 1. لعبة تايكوندو لعبة كورية، من أهم قواعدها الاحترام، احترام المدرب واحترام الصالة واحترام زملائه في الصالة. أيضا التايكوندو لعبة بتهتم في التحدي والمثابرة والعزيمة، فلاعب التايكوندو لازم دائما يكون ملتزم بالتمرين، ما ينقطع عنه، ويكون له أهداف، كل أهدافه خيرة، وهي أغلبها بيمثلها قسم التايكوندو. لعبة التايكوندو لعبة كثير مشهورة في العالم، وهي لعبة كورية أصلاً، أبطالها كوريين، وفي عنا في الأردن أيضاً دولة متميزة في التايكوندو، وخرجت كثير من الأبطال، بداية من الأبطال الأولمبيين إحسان سميح وعمار فهد وسامر كمال، وآخرهم البطل الأولمبي أحمد أبو غوش اللي أحرز الميدالية الذهبية في الأولمبيات الأخيرة. لعبة التايكوندو لعبة كتير مناسبة للأطفال من عمر 4 سنوات، ممكن الأطفال يمارسوها من عمر صغير، بيبدأ فيها وبيتعلم أساسياتها، وهي لعبة ممتعة للأطفال لأنها بتحتوي على حركات فيها رشاقة وفيها قوة وفيها سرعة. بيقدر الطفل يلتزم بالتمرين، يتدرب غالباً 3 أيام بالأسبوع بمعدل ساعة، خلال سنتين بيكون تقريبا الطفل ممكن يوصل للحزام الأسود. التايكوندو لعبة أبدا مش خطيرة على الأطفال، بالعكس هي لعبة فيها السيفتي عالي كتير، لأنه أصلا بيتدرب على أرضية مطاطية، وأيضا زي ما أنتم شايفين بيكون أغلب المراكز فيها درجات أمان عالية، فيها واقيات للجسم وللرأس وللإيدين، وحتى أنه اللعبة يعني كتير تعتني بالسلام العام. التايكوندو فيها نظام أحزمة ودرجات وألوان، وكل لون بيدل على درجة اللاعب وتقدمه وإتقانه للحركات، بيبدأ من اللون الأبيض، بعدين الأصفر، بعدين الأخضر، بعدين بصير الأزرق والبني والأحمر. هاي الألوان غالباً بيضل فيها لما يوصل للحزام الأحمر، بعدين بينتقل للون الأسود، وفعلياً بصير لاعب تايكوندو. ألوان الحزمة هاي لها دلالات، دلالة كل لون تقريباً بمدى إتقان اللاعب، واجت هاي الالوان تقريبا من لون جذور النبات اللي بيبدا من الابيض لما يبدا يشتد ويصير اصفر، لما يقوى اكثر يصير اخضر، لما يستمر بيوصل يعني اقصى درجات القوه عنده والمهاره اللي هو الاسود.